وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لأسر خريجي الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة، فضلاً عن توجيه الشكر لهم على إعدادهم وتوجيههم بشكل جيد. جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي حفلة تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. أوجه التحية للاسر أسر الطلبة وأسر الخريجين وأهنيهم على تخرج أبنائهم واشكرهم ايضا على ان هم يعني اعدوا ابنائهم ابنائهم وبناتهم عشان يبقى كلامنا دقيق يعني وجهزوهم بشكل جيد جدا وبعدين قدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حمايه امنها واستقرارها. فانا بشكرهم وبهنيهم وان شاء الله نشوف ابنائهم دايما في افضل الحالات واسمحوا لي ان انا اشكر الخريجين وطلبه الاكاديميه والقائمين على العمليه التعليميه والتدريبيه في الاكاديميه على الجهد وعلى الاداء المتميز اللي تمازت به الكليه خلال مش بس التخرج وال... واحتفالات التخرج النهارده لكن الحقيقه انا يعني بتجي لي فرصه ان انا اجي مرات وبطمن على الكليه وعلى الاداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص من غير ما نعمل يعني عشان ابقى مطمن ان الامور ماشيه بشكل كويس والحقيقه كل مره بنيجي بنطمن وبنسعد بالمستوى ولسه لسه في افضل من كده